جود مورنينج يا شباب، النهارده هنتكلم عن الادنج ساوند فايل تو الكترون ارابيك اطلس بروجرام. ات ذا اند اوف ذا توبيك ستودنت كان رايت ذا بروجرام كود تو بلاي اور ستوب ساوند فايل وين بريسيسنج ذا كوماند بوتون. نمبر 2 ديكير ريفيربلز اند لوكيشن اون ذا ليفل اوف كلاس اور بروديوس. نمبر 3 شو ذا اوديو فايل تايب انسايد ذا فولدر. نمبر 4 ذا باث وير ساوند فايل ار سيف. بعد كده هنتكلم ان احنا عندنا اول حاجه ازاي هكتب الرايت بروجرام كود، الكود بتاعي اللي هيشغل بلاي وستوب للساوند فايل، وفي نفس الوقت ان انا عامل في الديزاين بتاعي زرار اسمه بوتون. نمبر 2 ديك ريفيربل لوكيشن، الموقع اللي انا هشتغل عليه الفاريبل بتاعي اون ذا ليفل اوف كلاس في انهي صف للكلاس or btsu. نمبر 3 ازاي هبين الاوديو فايل تايب بتاعي انسايد فولدر. نمبر 4 ذا باس وير ساوند فايل ار سيف، ان انا هسيف الساوند فايل بتاعي. ادجست اوديو فايل نيم اوف كونتريس ناشونال ويز ذا سم نيمز شون ان ذا ليست اوف كونتريز نيم. سم اوديو فايل نيم اوف كونتريز National saved in the NSM folder. Type the following code in the combo box state selected. Index change event handler to run the national of the country as shown in the follow. الكود بتاعي ازاي هيبقى شكله؟ احنا متفقين ان احنا عندنا الكود بيبتدي ببرايفت سب وبينتهي بانت سب. هنا هكتب له برايفت سب button stop play click sender as object as event trade handless button stop play click. بعد كده هكتب له ان انا عايز اعمل حاجة، اول خطوة اللي هي ايقاف تشغيل السلام الوطني او تشغيل السلام الوطني، يعني هنا هنعمل play وstop. بعد كده هكتب end if، بعد كده هنهي الكود بتاعي بend sub. remember dear student one make sure of naming the audio file from the national of each country. Number 2 show the national and a theme file type. The use interface window will appear after the as flow. هنا ده الديزاين بتاع البروجكت بتاعي، ان انا هنا خلصت القارة والدولة والعاصمة واهم المواني ومصادر المياه اللي هي كانت ليبل وعملنا لها رينيم. بعد كده غيرت الصور بتاعت الدولة والخرائط والعلم. هنا عندي